FM. الكلمة ليك. ضيفنا وسع عبد الباسط بالحسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان. مرحبا بك، شكرا لك اليوم موجود بحذان. اليوم حديثنا باش يكون على اصلاح المنظومه التربويه والتعليميه في تونس، اللي انطلقت عام ناول ببادره من المعهد. وين وصلنا اليوم؟ بالفعل هي العمليه الاصلاح انطلقت منذ سنه تقريبا. نعم. بالحوار المجتمعي حول إصلاح التعليم، كان نعم. بقيادة من الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان ووزارة التربية. نعم. نتيجة الحوار هذا اللي شمل مئات الألاف من كل المتدخلين والمتدخلات في العملية التعليمية، كان تقرير وطني تناقش في مؤتمر تنظم في 16 و17 و18 نوفمبر الماضي. نعم. بحضور 271 خبير وخبيرة وتقريبا مختلف الوزارات المعنية بقضايا التربية والتعليم. ثم التقرير اللي أصبح يمكن نعتبره يعني الخارطة العامة متاع إصلاح المنظومة التعليمية توا قاعدين نعرفوا به مع عديد الأطراف، وآخر اجتماع كان في 3 مارس في لجنة التربية والتعليم والشباب والثقافة في مجلس نواب الشعب. عرضنا التقرير هذا وكان فما حوار هام مع نواب مجلس الشعب. إذن نجم نقولوا حضرنا خريطة الطريق بالنسبة للإصلاح، والآن باش تعكف مجموعة من يعني الخبراء. نعم. من 3 المؤسسات باش تعكف على تحويل هالمقترحات هذه، تحويلها إلى طرق يعني عملية تنفيذية عملية مختلف مجالات. قبل ما نحكي ولا هم الإصلاحات اللي باش تصير في المنظومة التربوية، اليوم نجي جلول مثلا كوزير قاعد يعمل في مبادرات فردية، واللي حتى برشا وزراء لاموا عليه، كي ديما نجي اللي يخدم مبادرات باش ينحي تريمستر، باش يزيد سيمستر، باش يزيد في الوقت، باش ينحي منحي في الوقت. هل تتشاوروا مع نجي جلول اللي يرجع لكم في حاجات كيما هكا وانتم المتدخلين في هذا الموضوع؟ فما زوز اشياء، فما الاصلاح التعليم، اصلاح التعليم هذا قاعد تقوم به لجنه مشتركه بين 3 مؤسسات، هذه في المسائل اللي عندها علاقه بالاستراتيجيات الكبيره للاصلاح التعليم. بالنسبة لمبادرات تقوم بها الوزارة أو تعلن عليها الوزارة، هذا نجم يكون جزء من يعني صلاحيتها، ولكن احنا واضح وهذا أكدناه في آخر اجتماع وفي آخر ندوة صحفية، كل حاجة عندها علاقة بالأشياء الاستراتيجية كما مثلا الزمن المدرسي، كما التوجيه وغيره من محتوى الكتب المدرسية، هذا لن يكون فيه أي قرار منفرد لأي مؤسسة من هذه 3 مؤسسات، بل سيكون نتاج تشاور ونتاج كذلك. نعم. يعني إجماع وطني، لأنه هذه مسألة ما تمسش بعض الأشياء التقنية متاع وزارة التربية، بل تمس يعني مستقبل أجيال. تفضل نتا. هي الحاجة المعروفة معناها في الحكومات المتعاقبة على تونس شخطو سيكو ديما اللي يتعلموا عليها الحجامة هي التعليم، نظام معناتها السيستم ادوكاتيف، سيستم ادوكاتيف ديما هما اللي يتعلموا عليه، هاو مره بدلوا فيه هذا هاو مره بدلوا، معناتها ساكري اون انستابيليتي، معناتها يضيع كومبليتمون الاستقرار وسورتو الاستقرار مورال نتاع لي زيليف وحتى لي زيتوديون. تشوف اللي هذه حاجه باهيه، معناتها تبديل كونستان. صحيح سينيجي جلول قاعد يعمل في مبادرات كيما قال نزار واغلبيتهم باهيين، قاعدين نشوفوا في برشا انشطه جدد في وسط المدارس حاجه اللي ما شفناهاش، معناتها هذه حاجه باهيه اللي اشاك فوا نجيبو لهم حاجه جديده، نجيبو لهم منظومه جديده، نجيبو لهم ان سيستيم ميديوكاتيف جديد. لا ماهوش حاجه باهيه، وبالعكس يعني هو سبب كبير من ازمه البلاد، هو الموقع نتاع المدرسه نتاعها، والمدرسه موقعها تهمش. ثانيا فما الضحايا هما التلاميذ اللي قاعده تتجرب فيهم منذ سنوات كل انواع، يعني فهمتني سديكو باي ديكوباي. التلميذ توا ما عادش يحب المدرسة، وما فماش علاش باش يحبه وهي بالشكل هذا على فكرة. الأولياء قاعدين معناها فهمتني يتعذبوا، لأنه الناس كل حريصة على المدرسة. أنا رأي أنه هذا كان نتيجة عدم وجود رؤية للمدرسة. المدرسة في السبعينات والثمانينات كانت عندها موقع في قلب المجتمع، لأنه كانت فما ارتباط بتحديث المجتمع، المدرسة كان عندها دور، لذلك كانت هي نوعا ما لوكوموتيف اللي سحبت وراها المجتمع الكل، كانت هي المدرسة، كانت هي الفضاء متاع الثقافة، كانت هي الفضاء متاع الفن، كانت هي الفضاء متاع الرياضة، كانت هي الفضاء متاع التنمية، المساحة
وكانت كذلك هي الفضاء اللي يتربط بعد بسوق الشغل. إذا كان عنده نوع من الاسانسور الاجتماعي. رجل مش نحكيه على المدرسة جست لحظات. سي عبد الباسط بالحسن ضيفنا اليوم بعد الإشهار. مرحبا من جد. حديثنا على إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية في تونس وضيفنا سي عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. مرحبا بك من جديد. حكينا على تهميش المدرسة وتغييرات ورؤية غير واضحة المدرسة. اليوم تلامذة ماش يحبوا يمشيوا يقرأوا، اليوم تغييرات في المدرسة كبيرة 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 برشا. علاش تلميذ ينفر من المدرسة اليوم من المدرسين ماش يحب يمشي يقرأ، كأنه هز جبل على ظهره كي باش يمشي يقرأ؟ أولا هو هز جبل بالمعلومات دي حقيقة، لأنه معنى المحفظة والتي هي في حد ذاتها سبب متاع متاع تعب. هو يعني التلميذ والتلميذة يعني التعليم الأفاق متاعه مش واضحة، الشهادة يعني ما عادش ولات باب للأمل، ولات باب لليأس، ونعرف مظاهر اليأس الموجودة تو عند جزء من الشباب متاعنا. المدرسة ما هيش الفضاء للإبداع، ما هيش الفضاء اللي ممكن يعني يؤدي إلى تنمية شخصية التلميذ لعديد العوامل اللي كنت ذكرت جزء منها. هذاك علاش توا إضافة للأزمة هذه فما حاجات جديدة صارت في المجتمع متاعنا، فما تغير السياق، السياق متاع المجتمع تبدل. فما ثلاثة حاجات أساسية نجم نقول أنه تخلي أنه يزم مراجعة المدرسة، ومش بالأمور التلفيقية هذه والإجراءات الجزئية بل برؤية شاملة. اولا فما ثوره وقعت في البلاد اللي دخلت المفاهيم كما الديمقراطيه وكما المواطنه وكما الحريه وغيرها من المبادئ. هذا يطرح انه الانسان الجديد اللي باش تخرج المدرسه نتاعنا ماهوش الانسان اللي كان تحت الاستبداد. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هو انه فما ثوره تكنولوجيه كبيره برشا كبيره برشا في العالم اللي عندها الاستتباعات نتاعها، وهي تنجم تكون عنصر ازمه في المجتمع كما تنجم هي تكون عنصر لتطوير المجتمع. والمساله الثالثه هي قضيه التنميه، التنمية العادلة. نعرفوا أن المدرسة الآن ما عادش هي اللي تفتح أفاق للشغل، بل العكس تماما، هي الآن ولات جزء من المشكلة اللي هي مشكلة التنمية. هذوما ثلاثة قضايا يخليونا أنه يلزمنا نخرجوا. احنا معناه مدفوعين الآن من الخروج من الحلول هذه الجزئية اللي كانت كل مرة تستعملت لامذة مثل يعني فئران تجارب بالضبط، معناها فهمتني، من أجل أنه تكون عنا هذه الرؤية. ولذلك احنا الإصلاح اللي اقترحناه هنا في المنهجية متاعه ما قمناش بدعوة مجموعة من الخبراء واعطيناهم مثلا وقت معين وقلنا مخرجونا تقرير، التقرير هذا اللي بشاقع تنفيذه من بعد. احنا عملنا العكس، احنا مشينا بدينا بالتلامذة، بدينا بالمعلمين، بدينا بالأولياء، بدينا منظمات غير الحكومية، الجمعيات، وطلبنا رأيهم في التعليم في التشخيص والتشخيص، ثم طلبنا منهم كيفاش يتصوروا إصلاح التعليم هذا. إذن احنا استندتوا إلى تجارب في بلدان معينة؟ فما المرجعية احنا بالنسبة لنا احنا كانت متعددة. المدرسة الفرنسية؟ عديد المدارس، يعني مش بالضرورة الفرنسية هي الأنجح الآن، لأنه فما فنلندا وفما بلدان آسيوية وفما النرويج وفما غيرها من البلدان. احنا استندنا أولا على بعض التجارب الإصلاحية في تاريخ تونس. نعرف أنه من القرن 19 وتونس تفكر في المدرسة وفي التعليم، اعتمدنا على الدستور وخاصة المادة 39 اتفاقية دولية لحقوق الطفل، واعتمدنا كذلك على تجارب مقارنة. وحاجة نحب نقول أنه في تونس فما كفاءات كذلك، يعني فما كفاءات، والكفاءات التونسية اللي قاعدة الآن تقوم بعملية يعني المسار هذا الإصلاح. فإحنا في نفس الوقت نعتمدوا على الكفاءات متاعنا، ولكن يعني نعتمدوا على كل التجارب الجيدة في العالم، لأنه فما ناس حط التعليم في قلب المجتمع متاعها الآن. فما بلدان والتعليم أصبح عندها عنصر متاع تطور. التجارب الجيدة جينا من فنلندا، من فرنسا، من غيره، هل تنجم تنجح في تونس في بنية تحتية بتاع مدارس كيما تونس، مطالب بتاع معلمين، مطالب بتاع نقابات، عباد نجمش تمشي تقرأ، عباد 40 تلميذ في كلاس واحد؟ هل تجربة في بلدان متطورة نجم تنجح اليوم في تونس بالشيء اللي عاد؟ احنا ما نجيبوش التجربه باش نحطوها يعني هكاك، يعني باش تاخذ منها، شوف باش تاخذ منها بعض تستلهم منها اشياء في بعض المواضيع، مثلا تصلح الزمن المدرسي، فما تجارب مقارنه باش تجي تصلح عمليه التقييم، الكتب المدرسيه وغيرها، باش ناخذوها هذيك في اطار يعني. ولكن في نهايه الامر شنو اللي باش يعني يخلي تجربتنا تنجح ولا ما تنجحش؟ هو المسار متاعنا احنا،
وصارنا احنا يعني كيفاش نجموا في اللحظة هذه التاريخية اولا نحطوا الناس الكل حول هذا المشروع، يلزم الناس الكل تتفق عليه، خاطر بعد مثلا لو ما عندكش مجلس النواب معاك باش تكون عندك مشكلة، لو ما عندكش كل الأحزاب السياسية، كل الطبقة المثقفة في نفس الوقت عندك يعني القطاع الاقتصادي الخاص لازم يكون معاك، اولا تحط الناس الكل مع بعضهم، تعمل الإطار القانوني اللي باش تغير به يعني العملية التربوية، ثم من بعد فما زوز انواع من دو ديمارش، يعني فما نوعين من التمشي. التمشي الاول عندك حاجات عاجله، عندك حاجات عاجله واللي قاعده تقوم بها الوزاره الان، من نوع عندك شويه بقى اشياء في البنيه التحتيه، عندك حاجات، ثم عندك الاشياء اللي هي المتوسطه والبعيده المدى. احنا لازم نلقاو يعني التوازن المعادل في نفس الوقت انه يقع الاهتمام بالاشياء العاجله وهي خطيره جدا، يعني من نوع احيانا حتى مدارس تطيح سقوفاتها صحيح موجود كذا، في نفس الوقت فما مشكلة كبيرة مثلا متاع المبيتات، فما المشكلة متاع الأكل، فما المشكلة متاع التنقل، وفي نفس الوقت عندك الاستراتيجي اللي لازمك تهتم بها. هناك أولويات بالطبع سي عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، هناك أولويات. الأولوية اليوم للمدرسة، للليسي، للفاكولتي، للطالب، للتلميذ، للأستاذ، المعلم، شكون الأولوية اليوم؟ هل من الباز نبداو من اللوطة ونحن طالعين ونبداو نصلحوا من فوق ونرجعوا؟ حسب رأيي منطق الأولويات هو مش موجود. منطق الأولويات في التشخيص اللي عملناه لمشاكل المدرسة لقينا أنه كل شيء ممكن نجم يكون أولوية، يعني مثلا تحب تصلح الزمن المدرسي، زمن المدرسي مش تلقاه مربوط بالزمن الاجتماعي، تلقاه مربوط بالتوجيه، بالبروفيل متاع التلميذ اللي تحب عليه، بطبقات عمل الأولياء وقت يعني الشركات والإدارات وغيره، يعني كل شيء، والشركات والمطاعم وغيرها من الأشياء. احنا هنا نقولوا أنه تجمع أنت تشخص ثم تحاول تلقى شنو الارتباط بين المشاكل، شنو نوعية الارتباط، ومن خلال هذا يقع أخذ يعني فهمتي القرار على مستوى الاستراتيجية اللي باش تعملها، مع التأكيد على أنه لازم تكون الاستراتيجية مرتبطة بالتكامل والرؤية الشاملة. بتفضل. قبيلة سي عبد الباسط حكيت على اون نوسيون مهمة برشا واللي احنا ولينا نسمعوها ونتعداو عليها الوغ كو سي اسانسييل، اللي هي المواطنة، لا سيتوينتي اللي معناها المفهوم هذا موجود ولكن التفسير نتاعو غايب في تونس. الشين اللي يعني لو مايون اللي لازمنا نبداو به كيما قلت انت سي ليليف صغير. اسكو اليوم في المنظومة الجديدة متاع التعليم ومتاع التربية فما شكون ينجم يوري يفسر يبسط للتلام ذا شنو معناتها مواطن تونسي، شنو معناتها مواطنة، شنو معناها ان سيتويان تونيزيان avec tout ce que ça implique توا، وكيما قلت انت بالكونجونكتور جديدة اللي فما في تونس، خاطر اول حاجة توا يلزمها تتبث ويلزمها تتزرع في الليليف التونسي هي المواطنة. اولا هو الشعار نتاع عمليه الاصلاح اسمه من اجل مدرسه المواطنه. هذا اللي وقع الاتفاق عليه في ثلاثه مؤسسات. المواطنه عندها زوز ابعاد. البعد الاول هو انه المدرسه ما تنجمش تكون مدرسه عموميه ناجحه وتكون مدرسه تؤدي الى تطوير المجتمع نتاعنا من غير ما تقوم على المواطنه. اولا علاش؟ لان المواطنه هي تعني المساواه، اذا المساواه في الفرص بين مختلف التلميذ والتلميذات، ثم كذلك المجانيه وعدم التمييز. هذه ثلاثه اسس نتاع التعليم العمومي. اذا عندك تعليم عمومي يمشي على ثلاثه اسس هذا، اذا تنجم تكون عندك تعليم ناجح. هذا المستوى الاول نتاع المواطنه. المستوى الثاني نتاع المواطنه هو انه عندك انسان جديد باش تبنيه في البلاد هذه في كونتكست غير تماما. الإنسان هذا من نجم يتبناه كان على المفهوم المواطنة اللي هو شنو يعني؟ يعني المساواة أمام القانون، وثانيا الحقوق والواجبات. الحقوق والواجبات يعني إذا نوصلوا احنا التلميذ والتلميذة متاعنا ينشؤوا على هالربط هذا بين الحق والمسؤولية، بين الحرية والواجب، ونفرقوا ما بين الحق والحرية. بالضبط. لأنه الحرية، لأنه الحق شنو هو معناه، وهذا مش مجال الحديث فيه برشا، ولكن الحق هو يجي باش يحد من الحرية. الناس اللي ما تعرفش برشا هو أنه الحق يجي، الحرية هي مطلقة، الحرية هي مطلب إنساني هام يعني، وكل الناس تحب على الحرية، ولكن الحق يجي باش يعطيك المجال اللي تحقق فيه الحق متاعك، في نفس الوقت يوريك وين الواجب متاعك. مثلا نعطي مثال، حرية الرأي والتعبير هي حق، هي حرية هامة جدا من خلال تحقق المواطنة، ولكن كذلك عندها حدود. الحدود هي الواجبات، مثلا عدم الثلب، عدم الاعتداء على الآخرين، عدم يعني فهمتي استعمال مثلا الخطاب الإعلامي مثلا للكراهية، الحظ على الكراهية والعنف وكذا.
كل حق من حقوق الإنسان عنده الجانب معناه التمتع به، ولكن في نفس الوقت فما الواجبات. احنا إذا نجموا من خلال المدرسة نطبقوا فيها أولا المواطنة في الممارسة، يعني المساواة بين التلامذة، الكرامة التلميذ، النظام مثلا التأديبي يكون نظام متماشي مع كرامة الإنسان، أنك مثلا تعطي الإنسان إمكانية أنه يتحرر عن طريق الفكر النقدي، التلميذ يصبح قادر أنه يحلل مش فقط أنه يستوعب كمية المعلومات، لا يحلل، عنده قدرة على أنه يفهم العالم متاعه. كل هذا يساهم في نهاية الأمر في بناء إنسان جديد يولي يفهم أكثر حقوقه وحريته. هذا يجب أن نعمله على مستوى تسيير المؤسسة. لو تشوفوا التحليل اللي وقع في الحوار المجتمعي حول المدرسة ودور وزارة التربية، وتشوفوا كمية النقد حتى حوكمة وزارة التربية والمؤسسة التعليمية. إذن المواطنة تعني أنه المدرسة تكون محوكمة بشكل جيد، إدارة جيدة للموارد، شفافية في إدارة الموارد، تعني نظام يعني تأديبي يحافظ على كرامة الإنسان، وتعني كذلك أنه الفضاء كله يصبح قادر أنه يخرج ناس فاعلة في المجتمع متاعها وليست ناس يعني فهمتني اللي هي تتلقى في كل شيء. وتأطير التلامذة سي عبد الباسط حاجة مهمة برشا البرد، أو مثلا في المدارس معناها دون لي زيكول اترانجير وحتى لي انستيتو معناها نلقاو اللي تأطير التلميذ معناتها دون مانيير بسيكولوجيك حاجة يمكن حتى ساعات تطغى على أهمية التعليم. فما هذا موجود من ضمن الإصلاحات، فما اون سيلول معناتها بسيكولوجيك تبدا موجوده في وسط المدرسه يتوجه لها التلميذ وقت اللي يحس روحه في حاجه باش يتكلم، وقت اللي يحس روحه معناتها عنده اون سيرتين بريسيون، عنده ضغط من نوع ما في المدرسه. موجود هذا؟ هذا موجود في زوز مستويات. اولا في نظام التوجيه، توصيات نتاع نظام التوجيه تعاود تخلي انه فما كيما نوع من الكراس اللي صاحب التلميذ منذ الابتدائي، واللي يخليك انك دائما تستوعب التطورات المهارية والذهنية للتلميذ باش ما نقضيوش يعني كما قاعد يصير توا. أحيانا واحد معناه عنده مواهب معينة ولكن يقع الزج به بالقوة في توجه معين، إذن حياته كاملة تقوم على تغييب المواهب متاعه. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني فما توصية ب ما يسمى ب يعني المنتديات المدرسة اللي هي فيها الأولياء وفيها التلامذة وكذا، وهي نوع من الفوروم يعني من أجل حل المشاكل متاع المدرسة. وفما التوصية بأن يكون فما في كل مدرسة فما المختص النفساني والمختص الاجتماعي اللي يقوموا بمصاحبة التلاميذ يعني ومحاولة التعرف على المشاكل اللي أحيانا ونعرفوا أحنا فما تسرب مدرسي كبير توا كبير برشا، فما انقطاع عن التعليم. أحيانا احنا في بعض الزيارات المدارس لقينا فما شكون انقطاع التعليم الابتدائي لأنه ما عندوش مراية متاع نظر مثال. فما عائلة كانت غير قادرة أنها توفر علاج الأطفالها عند ثلاثة صغار، اثنين منهم تسربوا فقط لأنهم ما لقاوش يعني. يلزم المدرسة ترجع أنها تعطي المعرفة، تعطي المهارة، تنتج الذكاء، تفتح أفاق، ولكن في نفس الوقت هي تكون مكان اللي ينصت للتلميذ وينصت إليه كإنسان. اليوم يعني باش التلميذ ماشي يرجع يحب المدرسة ويرجع يحب يقرأ، سورتو نحكي في المناطق الداخلية حتى في بعض المناطق في تونس، أكيد متعاونين مع وزارة الطفولة، وزارة التجهيز، وزارة النقل اللي ظل متداخلين كأطراف اليوم باش التلميذ يمشي يقرأ في ظروف طيبة. فين وصلتوا على المستوى هذا سعد البسط؟ فما عديد التوصيات اللي جات بالنسبة لطريقة العمل مع الوزارة الأخرى اللي هي أساسا وزارة التشغيل والطفل والشؤون الاجتماعية. الآن تو احنا في بناء التوصيات اللي هو برنامج العمل، هنا باش يظهر يعني التكامل بين مختلف الوزارات. فما الأفكار مثلا متاع العودة يعني يعني ما يسمى بالقبل اللي احنا تربينا فيها اللي اسمها الكونتينا، يعني عديد الأجيال تربات يعني في هالوجبة هذه اللي كانت يعني تعطيهم أمل وتعطيهم تخليهم ينجموا يواصلوا دراستهم. فما الفكرة متاع النقل التلامذة، كلها أشياء قاعدة يعني فهمتي، فما مبادرات قاعدة تقوم بها الوزارة، ولكن كيفاش المبادرة هذه تتحول إلى سياسة قارة هذا هو التحدي. يعني أنه يصبح عندك يعني النقل مضمون، يصبح عندك يعني الوجبة وخاصة للي ما عندهمش إمكانيات تكون مضمونة، إصلاح يعني فهمتي البنية التحتية. هذا يستوجب أشياء عاجلة، ولكن هو داخل في الرؤية متاع الإصلاح. علاش؟ لأنه
إذا قلنا أن المدرسة إذا ما ترجع في قلب المجتمع، وإذا قلنا بما أنها بترجع في قلب المجتمع إذا مش فقط تعطي هي معلومات ومعارف بل هي كذلك تعطي خدمات للتلميذ، هذا باش ينتج عنه الموبيليزاسيون يعني تحريك جزء كبير من المجتمع التونسي، ولكن كذلك باش يطلب قرار سياسي فيما بعد. فما قرار سياسي باش يقول راني باش نرجع المدرسة في قلب المجتمع. هذا القرار هذا شنو باش ينتج عليه؟ باش ينتج عليه قوانين جديدة باش تجسد هذا، باش ينتج عليه اختيارات في البيدجي في ميزانية الدولة. يعني مش معقول أن ميزانية الدولة تقول التعليم في قلب المجتمع وبعد نلقوها مثلا بالشكل الحالي، لا باش تنتج عليها اختيارات استراتيجية. كنا حكينا على مثلا فنلندا وبعض البلدان الأخرى اللي حطت طاقتها وقدرتها في التعليم. فنلندا وقت اللي اختارت أنه يكون التعليم أساس المجتمع متاعها كانوا التلامذة مازالوا يلقاو في معونات، ياخذوا في معونات في الخمسينات من منظمات دولية باش يمشوا للمدرسة. فنلندا ما عندهاش ثروات كبيرة معروف، ولكن هي اختارت عملت قرار سياسي اللي ترجم من بعد إلى قوانين وإلى ثقافة مجتمعية وإلى ميزانيات وإلى مؤسسات. هذا خلى توا أنه فنلندا من خلال التعليم تشاع الآن على المستوى الثقافي والاجتماعي وتشاع كذلك على المستوى الاقتصادي. دونك المشاكل هذه الظرفية يلزمنا نحلوها والوزارة يلزم تعمل على هذا، ولكن في نفس الوقت فما خيارات كبرى هذه متنجم تكون كان خيارات المجتمع كله. وقت اللي تصير ثوره سي عبد الباسط، اهم حاجه في الثوره هي لو كوتي كولتوريل، هي ثوره ثقافيه باش ننهضوا بمجتمع. لا باز دو توت سوسيتي سي لا كولتور. دونك شنو هو موقع الثقافه من الاصلاحات هذه اللي مبرمجه في المنظومه التربويه؟ لازمها تدخل في المنظومه التربويه اللي هي غابت عليها برشا. دونك مثلا كي نقولوا مسرح اليوم حاجه غريبه برشا، مسرح في مدرسه. دونك شنو هو موقع الثقافه من الاصلاحات هذه؟ الثقافة بما أنه نحكيه على مدرسة المواطنة ما تنجم تكون الثقافة كان هي في قلب العملية، لأنه الثقافة هي اللي تحفز على الإبداع وهي اللي تصنع يعني فهمتني المهارات، وهي اللي تفتح الإنسان على يعني الوعي بالجسد متاعه وبالذهن متاعه. فالثقافة ما تنجم تكون كان في قلب الإصلاح، ولذلك فما توصيات عديدة بإنشاء النوادي متاع الفن والنوادي الثقافية والسينما والمسرح وتغيير الزمن المدرسي. مثلا في المقترحات تاع تغيير الزمن المدرسي باش يولي فما يومين في الأسبوع للتلامذة باش يمارسوا الأنشطة هذه، والتقليل في ساعات العمل والتكثير في أيام ساعات العمل والتكثير في أيام العمل. ولكن أنا أقول إنه الثقافة بعد الثورة هي من أهم الأشياء اللي تهمشت. الثقافة تهمشت، الثقافة تهمشت لأنه وقع التركيز أكثر على ما يسمى بالسياسي، وأحيانا اللي أدى لك الصراعات الكبرى الحزبية مش حتى السياسية. إذن استعادة الثقافة تو الآن ينجم يكون واحد من أساليب التوعية كذلك بأهمية المدرسة اللي نحبوا عليها. هذا شنو يستوجب؟ يستوجب أولا أنه نفهم أنه السياق تغير، قادرين باش نستوعبوا الابداع لانه فما برشا ابداع في البلاد. البلاد توا في نفس الوقت هو فما نوع من المفارقه، فما تهميش للثقافه وللمثقفين، ولكن فما التعبيرات الفنيه والادبيه والجماليه الموجوده توا في تونس بمختلف الطرق وخاصه باستعمال التكنولوجيا الحديثه. يعني اشياء كبيره برشا. كيفاش هذايا المدرسه باش تستوعبوا؟ اذا لازم تكون مدرسه جديده، واللي باش يقوموا بالاصلاح لازمهم كذلك يجدوا يعني من رؤيتهم ما معنى الثقافة. على فكرة أنا من جيل اللي في قريت في الأرياف بتاع الوطن القبلي، وقريت في معهد اللي المعهد هذا كان فيه نادي السينما ونادي المسرح وكانت فيه الرياضة وكانت فيه الموسيقى. هذا اللي كنا متعودين به قبل، وهذا وقتها تونس ما كانتش أثرى من توا، تونس ما كانتش أغنى من توا. بالعكس، شنو اللي الفرق الوحيد هو انه كان فما قرار بوضع المدرسه في قلب المجتمع واعتبار الثقافه جزء من المجتمع وليست حاجه معناها نزينوا بها. احنا الثقافه شنو ولات عنا؟ مثلا نجيب لك غنيه بين زوز اشواط نتاع كره قدم مثلا، ولا يعني الغنيه يجيبوها ديما على هامش حاجه اخرى، في حين انه احنا تو يلزمنا نربيو التلميذ مثل ما نربيوه على العلوم، نربيوه على اللغات،
في نفس الوقت زمنا نربيوه على الإبداع وعلى الفن كجزء والمهارات كذلك اليدوية. مازال الحوار باش تواصل معك شوية آخر سي عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، نرجو إن شاء الله بعد أخبار 9:30 فاضل شكري غني توبة مرحبا بكم. 38 دقيقة رجعنا معكم جديد، مرحبا بكم. ضيفنا اليوم سي عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، مرحبا بك مرة أخرى. نحكيه على إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية في تونس ونحكيه على التعليم الخاص. برشا يسمع يقول لك لهين كان بالتعليم العمومي أو التعليم المجاني، هل التعليم الخاص داخل في الإصلاحات هذه؟ أكيد داخل في الإصلاح، وحتى في الندوة الوطنية كانت فما ورشة كاملة معناها اعتنت بقضية التعليم الخاص. نعم. لأنه نعرف أولا هو يشمل جزء قاعد يتطور معنا عدديا، ثانيا هو كذلك يتبع إلى يعني لما يطرح في مستوى مشاكل التعليم بصفة عامة، يعني فهمتي ما هوش خارج على مشاكل التعليم. نعرف أنه التعليم الخاص يشهد هو كذلك قطاع يشهد تحولات كبيرة، فيه مشاكل عديدة. هو عنده علاقة بالتعليم العمومي أولا لأنه احنا اللي نحبه نعملوه هو نحبه نرجع المدرسة العمومية المجانية اللي هي تكون الأساسية في البلاد، اللي الناس ولا تهرب منها طبعا. اللي عنده فلوس اللي عنده الإمكانيات أكثر الناس ما زالت في التعليم العمومي وما زالت تؤمن بالتعليم العمومي وتحلم أنه التعليم العمومي ياخو الدور متاعه. نعم. ومهما تكون الأوضاع متاع التعليم العمومي عنا ما هوش بش يجي يوم اللي بش نلقاه أنه التعليم الخاص ياخذ هو يعني الأهمية المطلقة بالنسبة للتعليم العمومي. لكن البوا متاع الشهادة متاع التعليم العمومي قبل كان وقت اللي مثلا ماخو الباك من التعليم العمومي حاجة كبيرة برشا، سا سون بوا البرا الاترانجي، حتى باش تدخل في يونيفرسيتي البرا عندها بوا، ولكن اليوم نحسوا اللي البوا ذاك خف شوي. أكيد التعليم مثل ما قلنا أنه التعليم من بين المشاكل متاعه هو المستوى متاع التعليم، لذلك تلقى الناس مثلا يمشيوا للتعليم الخاص لأنه ما عاش ترضيهم نوعية وجودة التعليم العمومي. ولكن احنا كي نحكيه على علاقة العمومي بالخاص، يعني أنا نعتبر أنه وجود التعليم الخاص طبيعي وموجود في عديد البلدان، ولكن وقتاش تختل المعادلة؟ تختل المعادلة لما الواحد يهرب من المشكلة، معنى في عوض يواجه المشكلة يهرب من المشكلة اللي هو مشاكل التعليم العمومي، ويتصور أنه التعليم الخاص ينجم هو يكون الحل. في نهاية الأمر فما بعض البلدان اللي مشات في التوجه هذا شو ولا عندها؟ ولا عندها تعليم عمومي متضخم عددي ولكن يعيش في حالة يعني مزرية، في نفس الوقت التعليم الخصوصي ما حلش المشكلة. لأنه ولت أنواع متاع تعليم خصوصي، عندك برشا فلوس عندك تعليم خصوصي عنده نوعية كبيرة برشا، وعندك شوية فلوس تاخذ تعليم خصوصي نوعيته ماهيش جيدة، يعني ولت سوق متاع. لذلك احنا نقوله وهذا موجود في توصية الإصلاح، احنا نحبه على تعليم عمومي مجاني يكون عنده جودة، شهادته يكون عندها جودة، نسترجعوا القيمة متاع الشهادة، ولكن في نفس الوقت يكون عندنا تعليم خصوصي خاص اللي هو يتبع يعني التعليم العمومي على مستوى يعني المقررات متاعه، يعني يكون فما نوع من الرقابة ونوع من التوجيه للتعليم الخصوصي هذايا باش ما يتنفشش في كل الاتجاهات وتقع التجاوزات، وقتا نوليون عانيو في تعليم عمومي فيه مشاكل وتعليم خاص فيه مشاكل، فهما جودة فما كراسات شروط يلزم الناس تحترمها في التعليم الخاص كذلك. فما قطيعة اختيرة برشا صايرة في المنظومة التعليمية في تونس، نحسوا لي فما دو بلوك، فما لو بلوك بريمير و لو بلوك سكوندير، معناها وقت اللي تدخل للابتدائي عندك بيان سور كل الأطنان من لي ماتيير اللي تعلمناهم الكل، هزيت نزار سي سور كيما السادة المستمعين الكل، كل الكرتابة اللي تبدا تكر فيها اللي تروح يدك في حالة. بعد تمشي للسكوندير سا نا ريان افوار مع اللي تعلمته في البريمير، اون نو لي با دو رومون، اون نو لي با دو ريسي، لكتب منحين كومبليتمون، الوغ كو يصير لنا ماتراكاج في البريمير داك القصص ودرا شنو. علاش لي دو بلوك هذوما كومبليتمون سيباري اللي حتى واحد ما عنده حتى دخل في الاخر، ما فما حتى سويفي، ما فما حتى كومبليمونتاريتي ما بيناتهم، علاش؟ هذه أهم تقريبا مشكلة وقعت تعرض لها في تشخيص مشاكل التعليم، هو الانقطاع. تحس كأنه مثلا الابتدائي ما عندوش علاقة بالثانوي والثانوي ما عندوش علاقة بالجامعي وإلى آخره. أنا رأيي أنه ما فماش الرؤية هذه متاع اللي تبع التلميذ منذ الابتدائي، ما فماش الرؤية هذه، يعني كأنه كانوا يعيشوا في جزر.
عنده أسباب عديدة، ومن بينها مثلا عدم وجود رؤية في البروفيل، شو التلميذ شو نحبه منه التلميذ، عدم وجود يعني متابعة فردية للتلميذ يعني في التطورات متاعه. ثم فما مشكلة كذلك، كأنه اللي خطط للابتدائي ما هوش نفسه هو اللي خطط للثانوي إلى آخره. إذن احنا نحبه تسلسل، ما فماش تسلسل. لذلك الرؤية إلى إصلاح التعليم يلزمها تنطلق من مسألة، كيفاش نحبوا التلميذ وقت اللي يتخرج من الجامعة أو يتخرج من فيليار أخرى، مش بالضرورة ياخذ مثلا الشهادة الجامعية متاعه. فما هنا مقترحات مثلا إلى إعادة التفكير في التعليم المهني، مثلا فما بكالوريوس التكنولوجيا المعمقة، تكوين معنا باش نخدموا على التكوين. أنا رأيي أنه هذا يعود إلى عدم تحليل تحولات التلميذ في حد ذاته، وعدم قدرة على استيعاب التطورات اللي صارت مثلا. وفما كذلك نوع من الميستيفيكاسيون، يعني نوع من كانوا أشياء نغطيوها ما نحبوش نغزولها. مثلا معناها نكتشفوا احنا فجأة انه التلميذ وقت اللي يولي في الثانوي كان يقرأ قصص، ولا ما عادش يحب يقرأ قصص، ما عادش يحب يطالع. كل الناس هذا الاتهام الكبير، ونمشيه معنا في تفسيرنا بكل بساطة على خاطر هو ما عادش يحب يقرأ. لما هو صحيح أن نعتبر أنه تلامذة في الثانوي ما عادش تقرأ ما عادش طالع، أولا لأنه ما فماش برودكسيون لتيري، فماش في عمرهم، ما فماش. لو نلاحظوا احنا نلقاو فما قصص الأطفال تفوت 12 عام 13 عام ما عادش تلقى إنتاج أدبي، سواء مترجم من برا أو إنتاج أدبي. معناها اللي قريناهم 20 سنة التالي ما عادش ينجموا يقرأوهم اليوم، ما عادش ينفعوا برشا، لأنه هذاك ندخلوا في تاريخ الأدب. يعني اليوم القصص يا المكتبة الخضراء عمرك 10 سنين، يا فوق 40 سنة باش تقرأ كتاب، بينهم ما تنجمش. فما فراغات، توا في مجتمعنا فما فراغات كبرى. مثلا فما حاجة أخرى يقولوا الصغار علاش ما يمشوش مثلا الدور المطالعة ولا دار الثقافة ولا كذا، ينجم يمشي ليش؟ خاطر ما فما حتى شيء معناها فهمتي يوحي له بأي نوع من الرغبة في أنه يمشي لها. هو مثلا يحب يلعب معناها جو فيديو، علاش ما تكونش المكتبة فيها قاعة للمطالعة ولكن فيها دي جو فيديو زادة، وفيها بقعة للعب الكرة، وفيها بقعة للأنشطة الفنية والأنشطة الثقافية. يعني احنا في نفس الوقت واحنا قاعدين نحدوا شنو مشكلة التعليم ومشاكل التعليم، يلزم في اقتراح الحلول نحاول نكونوا مواكبين للعصر متاعنا، لأنه كل عصر والوقت متاعه. أما إذا كان كل شيء معنا مش نحدوه نقوم ونرميه في المسؤولية على غيرنا، لا مثلا مستوى التعليم افسد علاش؟ لأنه المعلمين ولا ساذا ما عادش يقريوا بالقداء. هذا طرح سهل برشا نجم نقوله، وإلا برغزامبل كل الناس ما هيش تعمل في مجهود في التعليم، كل التلامذة ما عادش يحبوا القراية، كل كذا وكذا. أنا رأيي أنه يجب أن نخرج من الأبيض والأكح هذه العلاقة باش نفهموا شنو المشاكل وكيفاش نجموا أن نحلوا. وأول حاجة يلزمنا تكون عنا هالرؤية هذه، شنو هالمواطن ولا مواطنة اللي نحبوا نخرجوه منا بعد 30 عام. رأوا الناس الكل اللي تصلح الاقتصاد ولا تصلح التعليم ولا تصلح الثقافة ولا الرياضة ولا أي جانب من الحياة، الناس الكل وقت باش يبدأ باش يصلح ما يقولوش غدوة أنا شنو يلزم عندي. راهو يمشي 30 و40 عام، يعني لأنه هذه إصلاح متاع قطاعات كبرى تأثر في حياة هل ثم الإرادة في تونس اليوم؟ المست الإرادة اليوم؟ أنا نعتبر أنه اللي قاعد يصير في إصلاح منظومة التعليم، وهذا مش بشهادتي أنا، معنا بشهادتي أنا وحتى مدير العام اليونسكو أخيرا، هو تجربة لا مثيل لها في أي مكان في العالم الآن. علاش؟ لزوز مستويات. أولا القرار جاء قرار سياسي على مستوى رئاسة الحكومة، والقرار هذا متواصل إلى حد الآن رغم اللي وقعت برشا معناه يعني شد وجذب وبرشا هجوم حتى على عملية التعليم. ثانيا أنه لأول مرة نقولها في البلدان العربية وممكن في بلدان أخرى، يقع يعني الطلب من المجتمع المدني أنه يكون شريك في عملية الإصلاح، شريك. يعني احنا ما ناش فقط نعطيه في مقترحات كمعهد يمثل شبكة كاملة من منظمات أو اتحاد، احنا مع الوزارة عنا لجان مختصة تتعامل بمساواة وبتعاون في كل المجالات. إذن القرار السياسي موجود، فما يعني حاجة جديدة اللي هي مجتمع مدني مع المؤسسة مؤسسة الدولة قاعد يصلح. رأيي الآن شنو هو؟ رأيي الآن أنه كل الناس اللي جبناهم للحوار هذا يلزمهم هم يكونوا توا القائمين على مراقبة الإصلاح. أولا مراقبته أنه ما يقفش، يقومش يجي حد هكا بجرة قلم يقول بطلت كما كانت تصير قبل.
ثانيا انه يتواصل بشكل جيد، يعني انه تقع متابعه النتائج نتاعو التطبيق نتاعو، ثالثا انه تتعطى له الامكانيات من اجل يقع اصلاح. وهنا دور المواطنين، دور المواطنين. وذاك علاش احنا مثلا عندنا في نهايه الشهر باش يكون عندنا لقاء مع منظمات المجتمع المدني، كما التقينا مع نواب الشعب منظمات المجتمع المدني، باش في النهايه لما يكون عندنا هالخريطه الطريق هذه بمختلف التفاصيل نتاعها جاهزه للاصلاح، يكون معنا المستوى التنفيذي، معناه السلطه التنفيذيه ممثله في الحكومه، يكون عندنا المستوى السلطه التشريعيه، المجتمع المدني، القطاع الخاص، القطاع الخاص ينجم يعاون برشا في هذا. هو اللي حاب نسلك عليه قبل الاخبار، دور القطاع الخاص اليوم. دور القطاع الخاص، القطاع الخاص هو في قلب العملية. علاش؟ لأنه في نهاية الأمر جزء من إشكال المدرسة في شنو قاعدة تخرج المدرسة. يعني المدرسة لما هي تخرج الإنسان اللي هو غير قادر على يحلل الواقع متاعه، غير قادر يفهم الواقع متاعه، ما عندوش كفاءة، ما عندوش مهارات، إنسان الشهادة متاعه كذلك ضعيفة، هذا باش يأثر، سواء يأثر على أجهزة الدولة ولكن يأثر كذلك خاصة على القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص يقوم كذلك على البحث على الكفاءة، يقوم على البحث معناه على الجدوى والفاعلية. فمن مصلحة القطاع الخاص أنه المدرسة تكون المدرسة ذي اللي عندها هذا الإشعاع، من أجل أنه يتاقع التنمية، التنمية اللي هي تجيب الاستثمار، والاستثمار اللي هو يدور يعني دولاب الاقتصاد، ويخلي انه القطاع الخاص ما يقعدش في حيرة، معناه منين باش يجيب يعني لي جون كاليفيه هذوما اللي باش فالقطاع الخاص في وضعنا احنا هو القطاع اللي نجم يقوم زادة بدوره في المواطنة. المواطنة ماهيش حكر على حد، ماهيش شعار، المواطنة يلزم كيما تحرص عليها الدولة عن طريق القوانين والمؤسسات وكذا، ويحرص عليها المجتمع المدني ويحرص عليها كذا، يلزم القطاع الخاص كذلك يكون في قلب مفهوم المواطنة. فما عنصر مهم ما حكيناش عليه، احنا حكينا على التلامذة، حكينا على مصلحة التلامذة، حكينا على الإصلاحات اللي باش تكون موجهة للتلامذة، وفما عنصر اللي هو الأساتذة، وكنت جبت عليه انت سيادتك. فما نوع من القطيعة والنكتة كحلة اللي صايرة هالأيامات واللي شفناها حتى الأشهر ذوما الكل ما بين الأساتذة والتلامذة، فماشي في الإصلاحات هذية، فماشي نقطة توصي على تكوين الأساتذة. راهو باش يكون أستاذ قادر باش يعلم وباش يقف قدام كما قال نزار قسم فيه قرابة 40 تلميذ ويعاود يتصالح معهم، يعاود يغتابلي اون كونيكسيون اي اون ريلاسيون معهم، لازم يكون فما تكوين وراء هذا، فماشي نقطه تتلهي بالموضوع هذا. اولا هو هي فرصه باش نوجه الحقيقه، باش نوجه تحيه لكل المربين والمربيات اللي شاركوا في الحوار، وجزء كبير منهم اللي هما قاعدين يصيغوا في الوثائق الان، هما كفاءاتنا. المدرسة الوطنية من وقت الاستقلال خرجت كفاءات مربين ومربيات ضحوا وما زالوا ضحيوا، خاطر الوجه الآخر اللي احنا ما نشوفوش برشا انه فما برشا معلمين معلمات وأساتذة وكذا يشتغلوا في أصعب الظروف، وقاعدين أحيانا حتى من إمكانياتهم قاعدين يقدموا في، يعني الحاجة الإيجابية في الحوار من أجل إصلاح التعليم شنو هو؟ أنه خرجنا من فكرة كل واحد يرمي في المسؤولية على الآخر. لا، فما المسؤولية نسميها المتقاسمة اللي يقع اقتسامها، احنا كلنا جزء من المشكلة، كيفاش نوليو احنا كلنا الحل مع بعضنا. أنا نعتبر أنه وضع المعلمين والأساتذة والمعلمات في تونس هو وضع مخجل، هو وضع مخجل، ومدام الوضع متاعهم المادي والمعنوي وفي مجال التكوين هو على الشكل هذا، فمش إصلاح، مش ممكن ينجح إصلاح. أنا نعتبر أنه إذا كان نقول المدرسة هي اللي باش تخرج المواطن متاع غدوة، أنه المدرسة هي اللي باش تعمل التنمية، المدرسة هي باش تصنع الذكاء، هي اللي باش تعملنا التكنولوجيا، هي باش تعملنا الاقتصاد، التنمية، كل شيء، إذا كان اعتبرنا هذا، إذن أول حاجة لازم نشوفه القائم ولا اللي باش تقوم المرأة ولا الرجل اللي باش يقوم على صنعان هذكاء وصنعان المواطن متاع المستقبل شنو هو وضعيته. ماليا الوضعية مخجلة، وذيك علاش الاتحاد العام التونسي للشغل هو باش يكون عنده دور فعلا. ثانيا الوضعية المعنوية، يعني انك انت باش تقوم بالدور هذايا اللي هو دور يعني اصلاحي كبير، يزم تكون وضعيتك في المجتمع
وعلى فكرة هنا مش نعمل أنا في التمييز يعني لا لا لا، صورة الإعلامي مثلا والإعلامية، صورة اللي يخدم في التعليم، صورة كذا، يزم فالوريزاسيون بتاع طبيب الطبيبة، يعني يزمنا نقويه من صورة الناس اللي هي تخدم في مجال إصلاح المجتمع. ثالثا التكوين، فما مشكلة كبيرة اسمها التكوين، فما ضرورة لإعادة التفكير في طريق التكوين للأساتذة والمعلمين، في تكوينهم مش فقط على مستوى يعني المحتوى، بل تكوينهم على المهارات، لأنه هو باش ينجم يدير قسم بشكل جديد اللي احنا نتصوروه يلزم يكون عنده زاد هو المهارات. دونك وهنا فما يعني توصيات بإنشاء المراكز البيداغوجية والبحث البيداغوجي وغيرها من القضايا. ثم هالقطيعة اللي احنا نتصوروها تو بين التلامذة والأساتذة وبين التلامذة والأولياء والأساتذة والأولياء، هذه ممكن كذلك التصور اللي حطيناه في هذه الـ يعني المجالس يعني متاع المدارس ممكن هي اللي تقرب شوية، لأنه العلاقة ما عادش تولي العلاقة بين الأولياء والمعلمين والأساتذة فقط في النوت في يعني ومتابعة يعني التقييم بالعدد، لا، تولي فما لقاءات ممكنة باش يحكيوا أكثر على التلميذ والتلميذة ويحكيوا على مشغلهم، معناها لأنه في نهاية الأمر العلاقة الإنسانية زادة هي باش تلعب دور كبير في مدى إصلاح منظومة التعليم. نعم. شكرا لك سي عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، أعطيك كلمة الختام تفضل. يعني احنا نعتبروا انه الإصلاح هو مسؤولية. نعم. مسؤولية جماعية، مسؤولية هامة جدا. البلاد إضافة ل يعني الحاجياتها في مجال التنمية وفي مجال يعني الاقتصاد وغيرها وحرب البطالة، البلاد كذلك قاعدة تعيش في حرب أخرى اللي هي حرب على الإرهاب، والإرهاب يتغذى في العقول، يعني تسكر أفاق أمام الناس، في نفس الوقت يعني تغريهم بها ثقافة الموت هذه، لأنه ثقافة الموت على فكرة فيها تمكين، فيها empowerment، يعني أنك تعطي إمكانية للشاب باش ياخذ ايديولوجيا وياخذ سلاح وياخذ امكانيات تهزه نحو قتل نفسه وقتل الاخرين. نعم. لذلك احنا مواجهتنا لثقافه الموت هذه بثقافه الحياه جزء منها كبير انه نحسنوا الاقتصاد متاعنا، نحسنوا ادائنا في المؤسسات متاعنا، الشفافيه، غيرها من الاشياء، ولكن قبل كل شيء يلزمنا نهتموا بالصغير. شكرا لك سي عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان، شكرا لك على قبولك انت وحضورك معنا اليوم، شكرا لك نبيل هيبه، شكرا لك نادي عبد الله، يعيشك الفريق الكل، نقول لكم بون ويكاند، باي باي. كاب اف ام الكلمه ليك.